نواب كتلة الأحرار جبهة المستقبل ونائب عن حزب جبهة التحرير الوطني انسحبوا من جلسة تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة. النواب رفضوا ترأسه المرحلة القادمة ودعوا لاختيار شخص آخر استجابة لمطالب الشعب. ما تعلق بأن يكون السيد عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة فعبرنا عن رفضنا وعبرنا عن تمسكنا بأننا نرفض هذا الموقف امتثالا وتفاعلا إيجابيا مع مطالب الشعب. نقول أستاذ بن صالح حفاظا على سمعتك وتاريخك وحفاظا على الوطن واستقرار الوطن أنت مطالب بالرحيل. الحل البديل هو شخصية داخل مجلس الأمة. لا باش ما نروحوش المجلس الدستوري لأن فيه شائبة. نحن نطالب بن صالح كذلك يمشي في نفس السياق نتاع رئيس الجمهورية حتى هو يستقيل ويخلي الكلمة للشعب. انسحاب هؤلاء النواب ليس الموقف الوحيد الرافض، بل سبقته مقاطعة مبكرة أعلنتها كل من حركة مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، وقبله استقالة جماعية لنواب حزب العمال. لا نحضر لأن هذه الجلسة شكلية بروتوكولية لا قيمة لها من جهة، ولا يمكننا كذلك أن نحضر جلسة يترأسها رئيس غير مرغوب فيه. أما بعض الحضور فيرون أن تنصيب بن صالح ليس تحديا للإرادة الشعبية. فوتوا هذه المرحلة هذه ورايحين للرغبات نتاع الشعب، ما نخرجوش من الدستور وتطبيق إرادة الشعب. تولي بن صالح لقيادة المرحلة القادمة وإن كانت لا تتجاوز 90 يوما مقابل رفض الحراك الذي يصنفه ضمن الباءات الأربعة، قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى، إما البقاء في المنطقة الدستوري أو تبني حلول سياسية.